في هذا المكان يجتمع أصحاب الشيبة البيضاء فيما تبقى من أعمارهم بعد سنوات من الخدمة في الدفاع عن حدود العراق، ويشكون همهم ومعاناتهم لسنوات وما يتقاضونه من رواتب قليلة أسوة بخدمتهم التي تجاوزت 3 عقود من الزمن. نحن وأصحاب الجيش السابق في قرية منصورية الشط، اللي أقل واحد خدم بالجيش العراقي خدم 35 سنة، أقل خدمة هذه. فأنا هسه اللي واقف قبالكم خدمت 33 سنة. زين اللي يخدم 33 سنة ويطلع من الجيش غير يستلم حقوقه؟ يا أخي الكريم، لحد الآن إحنا لا نستلم أي شيء من حقوقنا، وهي أبسط شيء هي الإجازات المتراكمة. جميع المتقاعدين السابقين يجب أن رفع من مستواهم المعاشي وعوائلهم وحالتهم اللي صعبة اللي جاء مر بها البلد. نعاني من عاني المتقاعدين، اللي أنا أول واحد شو اسمه خدمتي 45 سنة وراتبي أقل 500. بهالحالة عانينا من عانينا الفترة اللي مضت علينا، كافة المتقاعدين راتبهم قليل، اللي يتعين هسه جديد راتبه 1,000,000 وشوية، والمتقاعد من الجيش السابق لا يزال يراوح 500 إلا شوية إلا 15. مناشدين الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب بإنصافهم وإنهاء معاناتهم المستمرة وصرف مكافأة نهاية الخدمة المتوقفة منذ سنوات. أناشد السيد رئيس الجمهورية المحترم والسيد رئيس مجلس النواب المحترم والسيد رئيس وزراء العراق المحترم وأعضاء مجلس النواب وكل الخيرين ومراجعنا العظام بأن هموم المتقاعدين أصبحت صار 17 سنة لم نحصل على حقوقنا، وخاصة منتسبي الجيش السابق. نناشد الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس الوزراء على النظر لهذه الشريحة التعبانة المتناهية، المتقاعدين الذين بذلوا مهجهم ودائما هم في المقدمة، قدموا ما قدموه لهذه الدولة. معاناة مستمرة وحلول غائبة وآمال باقية لمنتسبي الجيش السابق في صرف ما تبقى لهم من مستحقات، لا سيما الإجازات المتراكمة التي طال الانتظار بصرفها. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.